بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبدا درس لقون ديي ولالكو شيغا وحي كسابسين الشبهات والشهوات مدمدوغا ضدك الدين تلقى قليو هي طريقة حقا هي شهوات النفس يا بها النفط ويتشع علي سطو إباد إني ماذا كينا مدنا حق عقيدة دو قال الله وضع شيء مدنا حق عماش أيو قال أنت بضن هاي علماء دي هرورين شرين لبضاني وأسلا شر في الوجود الإنساني بيدها شرك بين آدم كبال لبضن باو أصلا والله حنون وكدع قلوب تقفك بين آدم كا وكفك يا إلهي عبصديس إلى حد أي بعض العلماء كتل مامان أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشهبة يقينه ذاتك وحوفي عن بيدها إن كان دينتي ساني الشهوات ونفسك وكف سهادين أما يقين تيسي إيمانك سهاني كخلق القلين شبهاتك يا أخي روح بابد بادية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ودندا مسلم كمرك اللي تشوغي مرك الشبهات كاللغة والرماء انت بدن وحيهان شرين شبهات أهل البدع عندك بدعات كقدعة وحيابها قلدنا اسمه تسيان وسحيه يا إلهي كعابدان لكن دول كين هلك تشوغة وحين تبضني يقول لك كل مان وشبهات أهل الكفر ومدمدة وقدتك اللي قلنا يا الرومين تي دين تود الروميسيين هديت هاي أركان الإيمان كي يا هدي الشرائع ذا الطهيبة إلهي سبحانه وتعالى يا الرسوشيسي يا كتبتيسي يا قيامة يا جريتان كيسة يا غيب كوردن شبهة مركب في اللغة والالتباس والاختلاط وشي قرد إهما حقي بعض الكويت كالساري كري ويدو وقفك ومحا حقية محا باطلة وحيابه وكلا عدين كرواية هذا بشوف هذا انت بدنا انه تلمام انه اما ان ربنا انه وحكا تلمام انه شبهات كعقلي كديني كعقدي كقفك الدين تيسك حماية وانا حد هدو شبه هذا سيقفك قلوه مرض الهي قرآن كو انت بدنا منافقين تيك فرض ايه أهل الشك يدد كالنوع عاصية وكغورم وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلهي كتل مامي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ومرض مركب كوات انت بضن مسائل فضط كبل أبمه لكن مركب ضنبه دين لآن ضدك بضا مركا دمب الدين لآن ضدك بضا إن كما هاد لي إن بضا شبهات كاسي يردين تودا وحالا غيابا قوبا آن تن مساجد دا حين ما مالك لأن لك هاد له لكن وحين تلمام إنا في جنان تيدي سيدا لو دوين كرو
واسيبا دتكم هوينا وايالكا وحيي قال لك دبون وبطكي يدتكي ان لو غفي جنا ده مشاكل ككن يوصي به لو دوين لها شبهات كقاركوت والطائف من الشيطان او حقف لنا الاستعاذه ووحان بنادم كقلبي يصدقنا خواطر وقصور دعضية وانت بدان قفك وسكي الدفاعي سيدي حديثك النبي قوي شيء ان الشيطان كيسكن نارتد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شبهاتك قاركودنا انت اللقوع العليا اللقوع العليا جوانب بدان لغا كينو اي يدقان دتك برد كواسي وحيوبة هنيين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن دتك أقوم تقول وحكا لويديه إلهنا سبحانه وتعالى كتابك قرآنك مجرته إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الشبهاء سؤر رسوان كجوابينيني إلهي نبي سي محمد عليه الصلاة والسلام بوحك ليه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وحك استائك لي ما دان وحنكو كيني نبا إلهي لي سبحانه وتعالى وحفر دامنكرة وحقه كتابك سي إلهي وحكو تلمامي ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كتابا نكوس ودتشني وحول بكو عدين يا با الهي سبحانه وتعالى وحول بعدين يا وهنون يا نحاريس اي قصو غنطاي دتك رمية نبتين سوا حي وبدن طاي كتاب كينو غافل كني ووحي واحد دوين ياي أيين موجنة هاي حلقية أبادت كأنتي سبضاني إن أنا أخري كريمبا أنت أخري كرتانا أنت هذا بضاني إن أنا فهمي كريم أنت وحك فهمي كرتانا إن بضانو كمدي وحي أبا هنا ين إن أنا كلا صوبحي كريم كاستنباطي كريم أيوة إن درجة دا قاعدة ومسألة دنبه لكن وحي لنا حقيقة أهم وحي اللوبة هنا يسيقي كتيران رسوشنا هدو كي لهد ليان ملحديان إلهي جريتان كيس الرميسنين يهدو يكو إلهي بدن رميسن يهدو يكو آخرة إنكرية يهدو يكو رسوش إنكرية قرآن كان بالله يدي نبي قول هذا عليه الصلاة والسلام لما أرنين ملك للدليل وقبض الدون وهي رسوش الدليل لك له وحي غاسل لسوسي تامعن هيدو حويان دت كان دمانتود بكل فئاتهم اسقدر دي ملاحدين هدي الهي بدن عابدين دي اخرت دفرسيهين هدي رسوش دفرسيهين هدي ملائكة دفرسيهين انت با الهي وحو كل هذا يا قرآن كان تامعن هيدو حويان انت اسو مسألو اولا تلمامي حجدي اد ابا هنيد دد لقوقا عنكر لها وحي كجرتا قرآنك كان وحي كجرتا قرآنك لكن دتك مركا الدين تودن الجهلك قدعوه السلام مركا هنا فتن كان اي معرضيين اي ابن بحان ماشي بلد طالنا سدوبة بادية سواش وكاس يعني وحلقة يا با سيف الشل عدي كجرتي ودن كيسي سكتشوك تدد سكو ودى الدين وعقيدة قرى ودى الرميسان وعين كان أقوم بضان بيان ولهين بلشدة وسكرد حسعدين وبدباد أيو لكن مركا أدقى يأوبط كاقوبا وصابا بحدين مالك لودى الدين بل الدين هدى قالوا قولة شرو بل وحيدة هدان ترند كأقوب بضان هدى إلا فيلا يو السنوات كانوا كور الصعودة وصدح قضية ضد بيد هدان
وإثيسم قضية الدين لا ونمضى إيا إلهي ما تشيردو كربي وقصع عطاها قلبيتك. قضية الشدودك يرق الرق كوك هفطمي يوحى اللمدة إيا فافين تيدي يرقست تيدي قانون سمين تيدو كربي وصع عطاها. قضية مخادراتك إيا تقنين كيدو إن لا قانون أيه استبس كذي باب رابع يرى كربة وسعتها حفلة يا وقت أنا سيف وجين أنا مخدرات كلها نقد دونا نسيت خمر كيا سجائر كيا قوة دشون لقى قوري دونا وخطر أنا فتاة كيلالي يا والغرد إنت يا وحين تدش لقى قوره إن لورن دونا حرية ضدك يا حقوق ضدك كم تهاي أيدت كيف سن دونا صدح دا سيف عقبة وقصع دان قلبتك صدح دان إنه واحد كسب سين اللي بدأ مسألين وتلمام إنه درسيين أن يك كذا بيا سدح دبد ودود إلهي كتابك سيكو شرته لكن إنك مركا وحا كل ما يضطك كان جهل بالدين وأقفك نوح الدين وهستا حقاقي ومغمغلي شرير ريره دا وكسوا مغلي برقي ودنك شوقي بحيون ما لها كم مغمغلي وحصحي وحقل دنبا لكن ما إلا التقنينيي ولا نظامية كفر يا سيد الله رجعيه لا تقنينية حمها يا سيد الله شرحيه وحول بحرية يا حقوق لقد رجعي وقاب حرية بناء آدم يا حقوق بناء آدم أهل الله صبر رجعيه وشبهات كاس تربضني يا يسيل يسجعل لها وهذاك قفك أهل علمي قا والغياب مسائل كقاركودين مجدك قلان وروق قرنك رواية لكن دي مسألة كن دليلها ستحت أحداث هل المسألة كجرن كريويدو وحبدا قفك وما سمعت ساو قد بإلهي قرآنك وحكت المامية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كو الراسخ يبا إلهي يري يقوحي مسائل حقا لك يمي ويتصلمين حتى هدو مسألة هرو قرن كريويدو وايو دي مسألة كن أدلها ستوها هل شبه الله قمتكوه هذا وحى أبدا أبو عليه الصلاة والسلام حديث كيو تلمام يي حذيفة بن اليمن صحابي قال له هذا وحيري أدتكم نبي خير كي ويدين شري أنا أقول شركة ويدين شري بيري أنا وقعب سقى وشركة سينو يسوع قاله دبيت أنا خير بانو هذا هيس أنا خير مقدم بين دون شر مقدم بين دون هاب نبي خير مقدم بين دون أنا خير مقدم هو فيه ده وصوت نبي عليه الصلاة والسلام محمد كيد ما كويلي وحاسونا وحكسي دم بين دونا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه دول جهنم ضد كويرية مثلا إلحاد كوكله تعرف ان ربنا ادم كمديا وقيبه فلاسفه كمدا ملحدين ويشري شرين لكن ملحدك وكوان اله الرومسين ما حي سيده ونولاين فلسفكي هولندي اسمه سبينوزا لورنشري ايا وحلي هي على الملحد الصمت والاعتزال ولا الصمت والعزله وهي هانشرت بيقول قفكم مركو شكوا قالوا اي وحا كانوا كدعان انه اسكا امصه او كليس كان نقضه نلاش كق طنع وحكان ويوقف كاسي تون المدو بقالة تن المدو نلاش شردم بمجد النقانة سا سبب توام حيوقف كان يروح قرن ويا ويا ماهير حنو نالي حنالك كقبانية كشقينية حقاك صعدة حقاك كيم نلاش محيته در فروح وكبحيا نرشو دو حارك يا مينينغلس الحياة كلها حنقي ملاحين بو أركيا نرشو دو بددن يالن ميسو هيا بينا دادو تلا دا علمو محو حبرا ويا محو شغطي مساء أركا بينا قيمة الله يضيب وحارك ينو دنتاين كرون تينو نولادو وايو حر ميسيني كديت كده بتكرس اللهي تيك أبا حضه نلاش شن ورور كده يفكر كده كديت كده
والله يا بين الله يفتح لك والله يا بكوي الرجولين شو قادد ويدسين وكلي جاي أنت صقر ما يسكت ديو سيري كفكري مستشاه مستشاه بكفكري كوا هوين بروفيسور رضا يا كوا بساو فكره هدبا هدي واقع هراء هيد وحيابا قف انتو شاكي وكل عو وملع الله اسكا فرستا ما يساقو اسكو مشغولا ما يستلا ما سا يمكا وحيين والله نغطي مال دعاة بريتشرس داد بابا فافين ايو كل واقع ايو حقوق كرنغ ايو لا بنادمكو حق بولين وديما كتاقو بنادمكو حق بولين وشدو السمية بنادمكو حق بولين حرية دي حقوق يكن يا الله يرسي قوانين إيو دولة إيو مجتمعات دن وحمها قايد قرين إيو إلالين إيو ديغايا وغورين إلهي قرآن كفوحين وغو تلمامي أرتين إنو إلهي بارينو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنه إلهي ويديسنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا إلهي إنت أدنهان ونسكدب قلوب تيده ويعنين كوا أنبضى هنا قردين شبهاتك هدباء لو أقر بيدتك وحيالان قلة العلم أو ضعف البصيرة بين هذا أقون درو إلهي وحيي سلو أقون دريني يا أركت حما نالش هاللغو أركت حمي هاي أما بصيرة دقفك يتدبر كيسو الليتو ويا إلهي وحك السوء الدين تيس خلافه وحكو تلمامي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وملؤون وحاي راعيا بين إلهي والشبهات ووحي سموتسيين حقيقة ما شرته إيه وما تهوى الأنفس وحي نفط الضنطي إن نفط الله سيو فريدم إن وحي الضنط السمعين كرته أفكو وحي الضنا إنو تشابين كرا عبي كرا فولي كرا وحي الضنا إنو السمعين كرا إلهي وحكو تلمامي مركا دتك وحي جديدني وحي ربان والله بضنون ودتك مدوك السجن أي بروفيسور ويدي ملحدة What is the meaning of life day نرش ما هي معنى لهذا وما هي معنى نرش هذا النص شيء والنو أنصر عندك جوابي كرتاه ما شرته وهي قال له بناء آدم كان أبو ريبا كجوابي كرأ وحلا أبو ري كاريغا نيكي سميون باكو شيغي كرا وحا لوغو تلاغالاي شيخ استعيدي سميسون با تقانا لكن شيغا لسميهي اساغو ما يقانا وحو جوغو ذير فرمركي وحيي الهي ديدان وحاي كو سو نوقدانون مساله لما غرانايو جواب لما هيو مل الرجين يا ان جواب له لما يا يانا ما جرتو وايو حدو ما ددن هرتا ليلاب كل قليه لو ودودا هدو ضافو وحا كدنبيا جواب ماله ادك جوابي كرتان والله سبحانه وتعالى سيده وجد با الهي وحط المام يا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وحيغسي درنطاي لمست عينك هسيه مركا هدنا انت لا قرحيو مغا كلا لا صارو بني ادم كبير هدان ابوركي سوا حكمه بني ادمك واله سبحانه وتعالى وكو ابور ايا كان ها هذا مها اني نفت ديدو الا حد نبي يقول يا لثم ما حك في النفس اني نفت ديدو sida uu gaad bini aadamku isagoo raba inuu xumaan sameeyo ma yidhaahdo xumaan sameeynayay jismag kaloo bixiya soo isu qanciyo midalan dawladahani markay
dawladda yar oo miskiiladan waxba aysan lagu duulayo. Ma yidhaahdaan tan dawladda yar baanu afka soo jabinaynaa, ama lama yidhaahdo shidaalkeeda rabnaa inaan soo qaadano ama inaan soo boobno. Waxa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator baa magac kale loo bixiyaa. Wuxuu isku qancin karo qofkii oo aqbali karaa lagu tilmaama. Xumaha marka la tilmaamayo loodhan maayo waa xumo, waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini'aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kala la saara. Si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay afaman zuyina lahu suu'u camalihi, afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasana fain allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa. Ilaahay wuxuu tilmaamaya ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay, camalkiisii xumaa baa loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay. Kaa iyada ninka xaq arkaya may siman yihin. إلهي بفين الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن أيها الأحبة ما أنت دوندنا كنو شهين كستو لغايا وردو الفق وأيضا فلانا ينين بين قرن كني قاري وهي دوندو bathkan mubaashirka iyo TV-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel sufuran. Waxay dhahdaan taariikhdii hore bini'aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay dhahdaan, qalcada iyo suur. Dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo, seefka watiyo, leebka watiyo, wax wataa aanu kusoo gaadhaynin. Xadaaraddu waxay gaadhay bay yidhaahdeen hubkii la samaystay qalcadda in la dumin karo ama madfaca noqoto ama dayuuraddan iyo waxna noqoto, markaa ma jiro nin meel isku qarin karaa oo oodan karaa. Yidhaahdeen markii hore ta kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda hayga soo gelin oo xad aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaan fiisa la'aan meeshaada ku imanin, waxay ahayd maxaa afkaartiisa inuu kaa jooga, maxay halkaa uu kaa joogay? Teknolojiga cusub wuxuu sameeyey inaan ninaba meel wuxuu ku qarsan karin ninaba. Markaa gurigii aad adigu dhisatay caruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga dabagalay iyadoo aan ciidana adiga fasax ku weydiisanin. Dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheedaba halka yar u gacanta ku sito ayuu ugu jiraa. Markaa meel badan oo lagu dhuuntaa ma jirto, laakiin wax waliba xal bay leeyihin, wax waliba xal bay leeyihin. Waxa uu dadku u baahan yahay waxa weeyaan mushkiladii waa tan oo waa aragnaaye, xalkeedu muxuu yahay? Ma inaynu is dhiibnaaba xalkeedu? Qur'aanka Ilaahay wuxuu tilmaamaya waja'alna minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. Waxaydhahan labadan mas'ale aayaddan ay sheegtay, labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda ashubahaat washahawaat, shahawaatu nafsina asabr ayaa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan, waa cani lmacsiya iyo maladaadkeeda in laga sabro, cibaadada in lagu sabro, sabr baa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan. Tan kalena dee yaqiin baa lagu daweeyaa, yaqiintu adilla ku dhisan caqiida lagu daweeyaa. Waa in shubhada tan qofka qalbigiisa laga saara. Markaa cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad xabad uga hadal aan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa, maxaynu ka nidhahnaa kaa, maxaynu ka nidhahnaa kaa, maxay intaad waxaa ka odhanin, waxaa ka horeeya asaaska inaad binayso, asaaska inaad binaysaaba ka horeysa, oo ah dadkan aynu dhallay iyo ummaddeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamatu lxujja cala annaas samayno, inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynan shubahaad ka reebin. Qofka hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa, laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin, shubahaadkana loo bandhigo, waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka? Ilaahay qur'aanka wuxuu leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik
وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. برب إلهي لي يقرا أنه لا إله إلا الله أقوم بي أبا عمت. إذا وحن لنا أقوه الرين شيء كواد وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة هنا نوردقنا، أصول العقيدة هنا نوردقنا. هذا أنا دوردقين وأدك تصدح ده وحان شيء مدنا بينت كعلسه ألقيها بصدح ده بينا دور نعبتي إنه ما هو ملحد نقضي ناطربين، إنه شواذ كبيرين ناطربين، إنه دروغستي إنه عن نقضي ناطربين، لكن كاسوا واحد شيء يسيء واحد سمين سامات المامية، واحد سمين يسيء كواد علاجه هي وحية هي، إن عقيدة صحة إنه مركه ردت كبر، عقيدة صحة، وإلهي كتاب كيسا أدل لك فلان. هديت يا أدلة جريتانك كصابسا، هديت يا أدلة كصابسا صدق النبوة، هديت يا أدلة كصابسا قيامها أي أدلة دوباني، هدي وحلالي وحي إنه مسألك والرمينا ما غيبها تام شاهدات وحيد وأنت بها النقطة، أدلة ديدا وعقلية، أنت إن شرع جوتين، وهي قرآن هندتك اللي يقولها ده ما بيرو ما سنين مركه هاري، النبي محمد قالوا ويجي، سو قال ما هندتك. دبتنا القرآن بس يدوب يصدق كل بال لها. قال كان القرآن نما استقان أخرى ما يسنين بالوحة التي المامي مسائل كان هنا اللوتشكيين وعقلي يسجليا. هنا كنا عندنا يان إلهي جريتان كسي الرسول كرسول نمديسة يا آخر جريتان كده بقى. سقى قال الأول هذا لي. هنا واحد إنه هاي سنة القرآن كان ينتقم مؤمنين تعالوا قل هذا. قال كم حالوا قل هذا يا مركها. ما دوا حق لك هنيه. إلهي نبي حال القرآن كان بودي بيو ركوده. قل ميرانة كتالا. قوده وساو شك هذا يساكو إذا هذا نسا قوده شبهات كودا إلهي قرآن كتيرين يساسا إذا هذين إسار نبا إلهي إلهي ساسا إذا وحي شبه إذا هذين قرآن كالحديثة كيليسة وإلهي كالجواب أيو سبحانه وتعالى. إذا وحن لأن هاي عقيدة وحي اللي قدس لها قال يا مسلم بالله قدس لها اللي قدس لها ذات قف ربطين الدين وشيخ توحى وفي عن أدولي بتوى كتابك قرآن دان لغة عربية قرنين بل على الغل كتاب تفسيره أفكي سكو قرن إن دو ديبتو أحسن شيء. أما بروفيسر هذا أما وحد دارا هذا أما النقل يرى كنت خصصه أما وحد دارا كنت خصصه إلهي قف كان أبو ري كان بو سودة شيء لغو ما أوران أدوكو عقل قاك وحقو الدايد ديو أدوكو وحقو نهده إذن أكو ما أورانين لكن وحي نوبة هنا إنه كتاب كان فهمنا مرك دائما يستقل لغو طلق علي قال يا مسلم بين لغو لحد الله وحلو شيء وحي آدم دلين لغو لحد له يا وحي جنبا كاتر سنة كتابك وحي نوباهان أسهل كأه إنه ندتك أولدقنا استقل إنه كهلين مسألة كستولين ويدية جوابتي هذا لكن وحي كحرانتي مدى فهمنا انت إنه كقران إنه كحرانتي جوابت سينو غلص أباحي أقول إنه إنت إقارسي سنتي إنه كتابك أولين كاسي وقضب كوادا انت المامي دين تاين انو دادك برا وحجدي نبي محمد لوسو دي بي كو اوغنو حتى كان رومين انو حجد كو اوغنو وهي قرآن كو نبي عليه الصلاة والسلام حشاك آخرا انبيا اينا ايمان ساعد بالله صعون اما ميد الله صعودو اما الله بالله صعودان حينو رين انبيا دا سي مي قولي سنين مياه مايا بيه شقادة اللودري ويقبتين هو ما هي شقادة اللودري شقادة اللودري وردور ميدون إنه نقط إنه حجة دمرك إدتك وشيغان إنه إدتك الرميان كوا وحل يلي تسكية نفسية تعليم بوصمية إنه تببران ونفتوض طهران ووحي قبران ودين تبران وكوا كلنا وإقامة الحجة عليهم آخرين أنا عدر دار هيلين ويا نبي كان شغال الله صدر هدي الراعي ويا حجد كوغي اخرنا عذر دار الهي كبه لي سبحانه وتعالى هو نبي قرانك الهي وهو قلت المامي عدنا انان عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ما عذبنا عدنا انان رسول صدر الرسول كان هداني الرومين فرعون الهي ووغي انان الرومين محل صدر موسى حجد كوغو
ruuxna akhira inaanu oranin waxba aniga ima soo gaadhin iyo waxba garan maayo inaanu oranin. Idan xujada inaynu ogna oo dadka diinta barna labada mid un bay noqon, ama waa islaam iyo diintay qaadan, ama akhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisaanay cudurdaar ka helaynin. Kuwaynu dhallayna waa la mid, iyo kuwaynu la dhaqanna iyo kuwaynu wada noo dhamin, inaynu xujada ku ogno dadka diinta wada barro, haddii kale innagaa dee dambaabayna. Nimankii reer banu israa'iil ee magaalada deganaa ee laga mamnuucay sabtada inay ugaarsadaan, markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan, maxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yataquun. إلهي إنا نعذر دارك هل حجدين إنا كوغنا إنا نعضينه إيو هدي دي قلبي قد الديني قال السيري إلهي كعب صلى سبحانه وتعالى. إذا وحي لنا أصلكو وهنا ندتك الدين تنية قرآن كان أشرحنا أشيقنا قارسينا كو قال إيا كو مسلم إيا كو كستوى وهنا نساق كو تصلح وهنا نساق خب كرنغنا أو النغضة وحو أشيق إيا وهي نصحكو قرن لحي. inta xanuunku ku dhacday saynu galla kow walaana dhalinyarada wareertay ee afkaarta qaldan tirada badan le laga dhaadhiciyey waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in la sii durkiyo uma baahna. inaynu intaynu ceebayno erino oo fogayno maaha, laakiin لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. حديثك إمام أحمد سوساري يقول يكهل أبا إنك استوسنتك علماء ضعيفيان، لكن شعيب الأرناوطي طرق دي سينتو حسوق قياب وتحسينين إياه نكي قعنت على شري ونبقوا كير مروق ودي سي شيقيان كأنك كريهت قطعه بينا يا رسول كيوم لا قعن قوين تيسا كواد نعضي وما يمنعني بولي. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أما حديث كي خمر قعبي مركي دور شر لكيني 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 دور قور مركي دنباقي قار لعندين وماقين أو كلها إنه يحب الله ورسوله وريلاي أو كالمينين الشيطان بنبقو تلمامي عليه الصلاة والسلام. قطب كان لبعض الحين لأن إتاحة الفرصة للشباب أن يبدي كل ما عنده إنه نكور رنسينه وفرصة سينه اللي كان وحمد يحس كجو حيودا إنه صابر نجوا وين أنا والله خشيت دوم أركو أراك ويدا ده أفك كجبوده ده يحس ولا مصي لكن هو كود ده دوغين وكم هذا وينين وكود دوغين واللي بوحى وبدن تاني كسي بضطة ونعد بنان وحويدينين بلا جروب كي يجو نجاتيف كوشر حيا ونو كسي حدما ونو أي شبهات كوسي بضيان عد شبهات انكسر تنا أنا هاي سنين سيدي أوغيد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قال باويمي أي عربي وصادرتي وقال له صادري إنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تكساره ذو كفر عتبة بن الربيعة أبو الوليد وقال له صادري إنه نبي محمد دين تكساره يبتنا نبي قاين تويي ببروبوسل سبولي يعني يو داد وحن دونس وحسان كسيرنا داد كان دونس كحسان وكاردقنا داد كان دونس لكن دا إلهي داد يدني وحن دور كانت كشيغي سناف بركا وحو وضا إن كومبرا ما يسدين تلقا قالو لغا هشيو أو إساق إياني من كيو قريش يدنقو شيش أنا وضا قلان أو نبي قان الله سيو وحي وبا حنكرو داد بغر دونس وبغر بالغاردق إياه haddaad xoolo ku doonayso waxa kaan annaga ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna, haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinay. Yacnii wixii mawaad maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan, you will get it. Laakiin waxaan u baahanahay uun deyna inu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahyada iyo baabkan cayda ka dayso. Nebigu waxa iyadoo loo akhrinaya u dhegaysanayay kuma odhanin, warbal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlayaday gaalnimadaasaad ila tima kuma odhanin ee u dhegaystay. markuu dhegaystay oo ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay, nebigu uma jawaabin. markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abal waliid, warkii ma dhammaysatay weli, mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahay. yacni isagu weli rabaa inuu jaan siiyo
أفرغت يا هبل وركي ما كاسو وري يقول لي هذا الكي ما كبحت برضه ما يسات بركاسو يلها بركاسو النبي قال آيات قرآن أخري سورة صور كم كي قال قيبت ظهر كم ده أي النبي عليه الصلاة والسلام أخري سورة دي مركي ودقي يستي أي نن عربي ضاف كنا قرنا يبو هاي ويسبدلي فأنا أنا مكي عربي نركو النقطة واحدة والله ربيعة بن عتبة عتبة بن الربيعة سيدي وين جيت تجلس أنا هاي نقول صن نقطة بينها نكون نك يا إنه دري وركا إنه خد الري معها ما حان قصة ده نقد الله هي قصة الإمام الألباني وتحسينية سيرتي حان لأن وحويان قف كان إني إنه دقيس نبررت وابتلي لي سيء نباه سطا لكن مشكلات كيس كانية وحن ما دحيس كجو حية وحن ويسموت سيء أما وحن لو أخرين إنه كده جيسنه وعمد لبعض إني إنه أجاننا حواركو تقولون كإلهي وحن أبشر جاء أنبياء حتى إلهي وحويدي سنس وإذ قال إبراهيم هو نبي إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى واحد تستا ضد كان ينتبر سيدا صونا لينس أما النبي موسى وإلهي إلى واحد ربينا كواركو إذا سؤال شو واحد دون تهاهات وحنو بهنا يدك كان ينولي جيسنه